أهلا بكم، هذا فيديو ثاني حول تقنيات استخدام الهاتف الجوال في التصوير. سنحاول في هذا الفيديو أن نتعرف على بعض الأشياء التي تساعدنا على اتخاذ إذن صور جيدة باستخدام الهاتف الجوال وباستخدام تطبيقة الصورة المتوفرة على أجهزة عندي لهنا جهاز آيفون 3GS، وسنحاول أن نقدم بعض الطرق إذن الجيدة للتصوير الجيد في الإضاءة والتقريب وكذلك أخذ الصور. فمرحبا، كيف أقوم باختيار يعني الإضاءة المناسبة كي تكون الصورة يعني أكثر نقاوة؟ شاهدوا ماذا سيحدث عندما أضغط هناك مربع هنا، عندما أضغط مثلا أختار جانب من الصورة وأضغط هنا مثلا الأبيض يخرج مربع صغير. هنا عندما أضغط على هذا الجانب فأنا اخترت هذا النوعية من الإضاءة الموجودة في هذا الجانب. انظروا ماذا سيحدث عندما أضغط على الفضاء الأسود، هنا تتغير الصورة تماما. يعني بهذه الطريقة أنا يعني أشرت إلى الهاتف الجوال أن الفضاء الذي أو المكان يجب الذي أريد أن أقوم بتصويره هو مظلم بطريقة معينة، فيزيد هو من الإضاءة، أو أختار له أن الفضاء مضاء إضاءة قوية فينقص أوتوماتيكيا من الإضاءة. انظروا ماذا سافع عندما أضغط على النافذة المضاءة كثيرا، ينقص هو من الإضاءة. فهذه تقنية موجودة في عملية التصوير، يعني يكفي أن تلمس المكان حسب نوعية الإضاءة الموجودة ليقوم الهاتف الجوال بتعديل يعني الإضاءة تلقائيا. وهذه موجودة في كل أنواع أجهزة الهواتف الجوال، في تطبيق الكاميرا، مش تطبيق، هو تطبيق الكاميرا الموجود في الهواتف الجوال. أعيد إذن أضغط هنا ثم أضغط هنا، تلاحظون الفرق هنا عندما أضغط على اللون القاتم، إذن الهاتف قام بتقوية الإضاءة لوحده. عندما أضغط على المضاءة كثيرا فهو يعني يقوم بتخفيض الإضاءة بشكل أوتوماتيكي، وعندها يمكن أن أقوم بالتقاط الصورة. قاعدة الأثلاث، سأريكم هنا كيف نظهر الخطوط في شاشة جهاز الآيفون. أنا عندي هنا هاتف جوال من نوع آيفون 3GS، إذا نضغط على أيقونة الصورة لالتقاط الصورة، ثم هنا عندي أوبشن، إذا أوبشن هنا نضغط عليها ونفعل هذه الخاصية جريد كومبوزيشن، إذا قاعدة الأثلاث، إذا نشغلها هكذا فتظهر إذا أمامكم الخطوط هنا. إذا ويمكن أن أضغط على أوكي لإخفاء هنا، إذن يظهر أمامي الخطوط الوهمية هذه، ويمكن أن أختار إذن هذه الشمعة مثلا سأقوم بتصويرها بهذه الطريقة. نعم، تقنية أخرى يعني اتباعها، لابد من اتباعها في تقنية التصوير، وهي قاعدة الأثلاث. في كل كاميرات الهاتف الجوالة هناك إمكانية أن نخرج شبكة يعني مقسمة إلى 9 مربعات على الشاشة التي شاشة الصورة. طبعا هنا بهذه الطريقة سنقوم بالضغط على أوبشن هنا إذن، وإظهار أفعل خاصية إظهار الشبكة فتظهر بهذه الطريقة. شفتوا إذن عندي المربعات. هذه قاعدة الأثلاث مهمة جدا في التصوير الفوتوغرافي بشكل عام، ويمكن لهواتف الجوال تمكننا من أن نظهر ونقوم بالصورة. أمامي هذه المروحة التي سأقوم بتصويرها. الأخطاء أولا في التصوير هي أن نقوم بتصويرها مثلا في الوسط بهذه الطريقة، بينما القاعدة الحرفية تقول أنه لا بد أن نختار يعني جانب من هذه نضعها في الثلث بحيث تكون في هذا التقاطع أو تكون في هذا التقاطع بهذا الشكل، قاعدة الأثلاث. فيمكن أن ألتقط صورتي بهذه الطريقة وإلا أضعها بهذه الطريقة، إذن وهي قاعدة الأثلاث. شفتوا لهنا، إذن
هذه صورة غير جيدة تكون ملتقطة بهذه الطريقة، يعني في الوسط لابد أن أجعلها جانبا، تكون بهذه الطريقة أو تكون بهذه الطريقة، وأقوم بالتقاط الصورة إذن وتكون صورتي معبرة بهذه الطريقة. النصيحة الثالثة هي تجنب استخدام التقرير الرقمي. اقترب جسديا من الأشياء التي تريد تصويرها وتجنب استخدام خاصية التقريب يعني الزوم. فعلى خلاف الكاميرات الرقمية المتخصصة التي تستخدم ما يعرف بالتقريب البصري، تستخدم معظم الهواتف الذكية خاصية التقريب الرقمي ديجيتال زوم، وهي خاصية تجعل الصور تفقد جودتها. فحتى لو كان هاتفك يستطيع التقاط صور عالية الدقة من ناحية الميجا بيكسل، فإن استخدام التقريب الرقمي ليس تقريبا في الواقع، بل هو يعني قص للصورة. لكن إذا كنت تستخدم مثلا آيفون 4S وما بعده، فتستطيع استخدام خيار HDR، وهذه الخاصية تمكنك من الحصول على صور عالية الجودة رغم التقريب الرقمي. شيء آخر، عندما نقوم باختيار مشهد لنقوم بتصويره لابد أن نبحث عن الإضاءة ولا نبحث عن مصدر الضوء. لابد أن نبحث هل أن الجسم الذي أريد أن أصوره هو مضاء بشكل كافي، وليس البحث عن مصدر الضوء سواء كان يعني مصباح ضوئي أو كذلك يعني شعاع شمس أو مصدر للإضاءة كيف كما النافذة. فالتوجه بالجهاز الهاتف الجوال في اتجاه مصدر الضوء هذا يعطينا صور غير نقية، بينما ينصح من أن نجعل دائما مصدر الضوء هو خلف الشخص الذي يقوم بالتصوير. انظروا هنا، هذا هنا مصدر الضوء خلفي، فالصورة تكون بهذه الطريقة. وعندما أضع مصدر الضوء قبالتي فهذا سيعطينا مشهد آخر للصورة. نأمل أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، مع تحيات عرفات الذيب من ورشة صحفيون تونسيون على الهايلايتس.